لأنه تمكين ذوي الهمم وتطوير قدرات أمانة وعاتق على المجتمع، انطلق ملتقى وبازار همم حتى القمم. وبمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم، ليسلط الضوء على إبداع ذوي الهمم ليكونوا منتجين وفاعلين. نحن بمناسبة يوم ذوي الهمم العالمي حبينا نكرمهم وندعمهم ونعملهم هيدا الملتقى. يعني هدفنا الأساسي هو كان تمكينهم اقتصادياً، دمجهم بالمجتمع، يلتقوا مع بعضهم، عندهم إبداعات، عندهم مشروعات حلوة كتير، حبينا نضوي عليها. نحن مجموعة من السيدات، عنا الجروب تبعنا اسمه سنارتي، بنشتغل أشغال يدوية، سنارة وسنارتين، ومنضيف فينا نقول الخيط والصوف للخشب وللقماش ولكل شيء له علاقة بالفنون. بنحاول دائماً نظهر التراث السوري، ومنحاول حتى كمان انه نوصل لها اسواق خارجيه حتى يعرفوا نحن قديشنا مبدعات. المعرض كتير حلو، وانا بشكرهم على هالمعرض لانه هي لفته كتير انسانيه حلوه، لانه نحن نعلم الناس انه نحن بنقدر نساعدهم، وهن عندهم طاقات كتير حلوه بيقدروا من جوا، بيختلفوا عنك تماما، بيقدروا اذا كان عندهم ابداع بيطلع هذا الابداع وبيطلع مختلف تماما عنا، حتى افكارهم حتى طريقه تفكيرهم مختلفه، بس عندهم ابداع كتير حلو اذا الواحد اهتم فيهم. أعمال متنوعة شاركت بالملتقى نقلت إبداع ذوي الهمم بكل وضوح، فمن المنتوجات اليدوية للفنية وصولاً للكروشيه، عبروا فيها عن فن ومقدرة ذوي الهمم وقدرتهم بالتعبير عن ذاتهم. مشاركة يعني شعرات وخاتم، وفي هذا حلق تبقى نحن فريق لميت أمل للتطوع، وبنفس الوقت بنعلم الأمهات أثناء تدريس أولادهم. أنا بستلمهم بنعمل لهم دورات، هلأ عم نعمل لهم حلاقة، كنا عاملين لهم كروشيه، عملنا لهم اكسسوارات، يعني شو بيصح لنا بنعلم إنه يستفيدوا بالوقت ويطلعوا دخل يفيدوا حالهم وأولادهم بنفس الوقت. دعم ذوي الهمم والفئات الأخرى من المجتمع من الأمور الهامة، ونشر إبداعهم عن طريق البازارات والملتقيات بيساهم بتشجيعهم وتمكينهم اقتصادياً ليندمجوا بشكل حقيقي بالمجتمع.